فيش استقالات وردت في الحزب حتى الان تمام من اي مكان. اما ما ورد اعلاميا حول استقاله امانه السويس، اولا احنا امانه السويس من بعد الانتخابات تم تجميدها بالكامل، لان احنا عندنا تجربه حقيقيه اسمها تجربه الانتخابات النيابيه، على اساسها يتم تقييم امانه الحزب في المحافظه. هل الامانه دي كانت قادره فعلا انها تصنع شيء؟ هل الامانه دي نجحت فيما تخطط له؟ هل في الامانه دي استطاعت ان هي تنظم نفسها؟ احنا بعد الانتخابات النيابيه وبعد فشلنا في تجربه محافظه السويس كان لابد من هناك وقفه تنظيميه في محافظه السويس. تم تجميد الامانه بالكامل، تم تكليف شخص بمده شهر انه هو يشكل امانه جديده في محافظه السويس. هم في انا سمعت او قريت على الفيسبوك ان في استقاله مش عارف 300 عضو، استقاله مش عارف كذا، لكن ده لم يرد اي استقاله. وبالعكس انا شكلت لجنه، اللجنه دي اتصلت بما يزيد عن 200 عضو في محافظه السويس، كلهم اكدوا ان ما فيش حاجه اسمها استقاله من الحزب. حتى المجموعه اللي استقالت من الهيكل التنظيمي او اللي بتقول انها استقالت من الهيكل التنظيمي عشان التواصل الاجتماعي، دي الامانه متجمده اصلا من بعد الانتخابات.